الراقد يلا برا الفلوس طلع يلا انت شوف اليوم دشنا بداية الاختبارات النهائية للشهادتين الثانوية والأساسية وبتواجد ملحوظ من جميع الطلاب وأيضا من جميع الملاحظين. أشكر كل من تواجد معنا وساهم في إنجاح هذه الاختبارات. البعض يشكو من عدم وجود مواصلات مع سكنه تقريبا بعيد، هذه بنعالجها مع رئيس المركز، بيحاول يدي له مواصلات من نفريات المدرسة من البوفية من كذا، بحيث ان احنا نغطي او نسهم في نجاح الاختبارات ان شاء الله.